لطالما كانت بريطانيا قاعدة لجماعة الإخوان ومركزاً لعملياتها، فلندن كانت تعرف التطرف بأنه معارضة صريحة أو فعلية لقيم المملكة الأساسية، تعريف سمح للجماعة بتجذير حضورها في بريطانيا عبر أشكال مختلفة كالنشاط السياسي الذي لا يتعارض مع توجهات الحكومة والأنشطة الشبابية والمنظمة الجامعية. يرتبط الإخوان في بريطانيا بمنظومة مهمة للغاية من المصالح التي ترتبط هي الأخرى بأمور سياسية وأمنية واجتماعية جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة، ويتم ذلك من خلال نظام مؤسسي محكم يشمل شبكة من الجمعيات وصلت إلى ما يقرب من 60 منظمة داخل البلاد. حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان في بريطانيا تنامت. التقديرات تشير إلى أن التنظيم يمتلك ثروات مالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وحصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانوني بسبب تخوف بريطانيا من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى السرية لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها. فالعلاقة بين الطرفين ليست حديثة العهد، بل هي منذ نشأة الجماعة وحتى الآن، وما يبرز ذلك ارتباط الجماعة بلندن بعدما أصدرت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة تيريزا ماي قراراً يتيح لعناصر الإخوان حق الحصول على اللجوء السياسي. بريطانيا شكلت مكاناً بديلاً للتنظيم الدولي للإخوان ووفرت مساحة له، لكن التعريف الحكومي الجديد للتطرف هناك سيؤدي نظرياً إلى محاصرة أنشطة التنظيم والحد من تأثيره على الجالية والترويج لأفكار متطرفة، وهي صفعة جديدة للإخوان خاصة بعد تلك التي تلقوها من تركيا عقب تحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة. بلال البجديني، العربية.